مين بتكونوا؟ سألتكن مين بتكونوا؟ شو بتكون؟ خالي هذا أنت؟ خالي ما بعرف مين هدول، ما بعرف مين هدول، أنا كتير خايفة منهم. عن جد؟ طيب اهدي، رح شوف هون. قولولي مين بتكونوا؟ قولولي ليش لابسين هالأقنعة؟ ليش ما عم تحكوا؟ كنت لبست قناع. خالي عيد زواج موجه، عيد زواج سعيد بوجه. مرت خالي، كيف اجيتوا لهون؟ معقول؟ لسه ما فهمتي؟ هذا كله من تخطيط الأستاذ نارين. أنت بتعرف إنه كل هاي الأمور ما رح تأثر فيني نارين، عم ساوي هالشي مشان عيلتي وبس. بجوز عم تعمليه مشان عيلتك، بس ليكي على الأقل مبسوطين. المهم إنه اليوم معك، وعيلتنا بدها تقدم لنا هدية. هاد مانو يوم عادي أبداً، هاد عيد زواج مميز. هذا يوم كتير مميز، وكل الترتيبات بهذا اليوم إنه حبكن ما خف أبداً. بتمنى إنه تضلوا مبسوطين. بتمنى تضلوا مبسوطين، هي أغلى أمنية عندي لأقدم لكم إياها. وبهي المناسبة سيد نارين، يلا خلينا نبلش. يلا صهري بيكون تماماً مثل ابني، طلبات وأوامر عندي. بتمنى ما تواجهي مشاكل وتعيشي حياتك كلها سعيدة. يلا يا شباب خلونا نستمتع شوي قبل ما يوصل الحلو. لهيك يلا خلينا نحتفل كلياتنا، كل الترتيبات والتحضيرات صارت جاهزة. عيد زواج سعيد.